السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ليتفقهوا في الدين. يقول الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين. كيف كان عاقبة المكذبين؟ شاء الله عز وجل بإرادته وقدرته أن ينشئ هذا الكون على سنن عظيمة لا تتغير ولا تتبدل. تجري هذه السنن على البر والفاجر، فما هي هذه السنن؟ وكيف يكتشف المسلم هذه السنن والقوانين ويحسن تسخيرها واستثمارها حتى لا يغالبها عن جهل وعمن؟ السنن الإلهية في الكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليتفقه في الدين مع ضيفنا فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الدود الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. مرحبا بكم شيخنا. وبكم أكرمكم الله. نحمد الله على سلامتكم. الله يكرمكم. وأعتذر عن السادة المشاهدين عن هذا التأخير بسبب وجود شيخنا في المشفى، شفاه الله وعافاه. شيخنا، لو بدأنا، يقول الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. السنن وردت في القرآن الكريم بعدة معاني، ما هي أهم هذه المعاني وما هي علاقتها بالسنن الكونية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السنن في اللغة جمع سنة، والسنة تطلق على الطريقة، فيقال للطريق في الجبل وغيره سنة، وجمعها سنن. وهذه الطريقة تكون حسية وتكون معنوية، فتكون حسية كالطريق في الجبل تسمى سنة، وتكون معنوية كالطرق التي يسلكها الناس في سلوكهم العام. وهذه منها ما هو للخير ومنها ما هو للشر. فمما هو للخير قول الله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. ومما هو للشر قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والسنة تطلق على الخالص من كل شيء، ومنه صميم الوجه يسمى سنة. ومن ذلك قول غيلان بن عقبة المنقري التميمي: تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب. والسنة في القرآن جاءت بمعنى عادة الله سبحانه وتعالى في أكوانه، فمنها سنن الله، وهذه شاملة للسنن الكونية وللسنن التي شرع لأنبيائه وشرع في الشرائع، فإن ذلك كله داخل في سنن الله سبحانه وتعالى. فالسنن الكونية معناه ما سير الله عليه هذا الكون من عادته في الخلائق، وهذه العادات هي النظام الشامل وهي الأصل، ولكنها قد تخرق كسنة الحياة مثلا. فمن سنن الله في الكون، من السنن الكونية، أن الحي يحتاج إلى غذاء، وأنه إذا فقد الغذاء يموت، ولكن الله خرق هذه السنة في قضية أصحاب الكهف، فإنهم مكثوا 309 سنين بالحساب القمري، والله يقلبهم يمينا وشمالا، ولم يذوقوا ذواقا لا شرابا ولا أكلا، ولم يموتوا. كمعجزة وخارقة للعادة. نعم، هذا خرق للعادة، خرق للسنة موجودة. لكن المسلم مطالب. نعم، هو الأصل كما ذكرنا أن هذه السنة ماضية على الجميع، ولكن الله قد يخرقها. نعم. فمن ذلك أيضا أن النار تحرق ما وقع فيها مما هو قابل للاحتراق، ولكن هذه السنة خرقها الله لإبراهيم عليه السلام، فقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم تحرقه النار. وهكذا، فهذه هي السنن الكونية التي سير الله عليها الكون. وهذه من أعظمها سنة التدافع مثلا، جعل الله هذه الدنيا مبنية على سنة التدافع بين الحق والباطل، فبداية تخطيطها كانت بجعلها مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وجعل فيها حزبين متنافسين هما حزب الله وحزب الشيطان. شيخنا، لو عددنا أهم أنواع السنن ثم نسأل بعض الأسئلة. طيب، أهمها كما ذكرنا السنن الكونية الكبرى التي هي تدابير الله في هذا الكون، وكذلك السنن التي هي تشريع يشرعه الله للأنبياء،
ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: سبيلا وسنة. الشرعة هنا السنة، والمقصود بها ما يكون عليه ذلك النبي من الهدي والسلوك، فهذه سنة. وكذلك تطلق هذه السنن على الأقدار، فأقدار الله سبحانه وتعالى النافذة في خلقه تسمى سننا، لأنها قد كتبت وثبتت وفي أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، فيسير عليها الكون. وقد بين الله سبحانه وتعالى عددا من في عدد من المواضع في القرآن السنة بمعنى القدر. لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن القدرية التي ثبتت، فالقدر نافذ لا يمكن أن يصاد. فهذه هي أقسام السنة في القرآن. أما في الاصطلاح وفي الحديث فإن السنة تطلق بحسب المصطلح، فعند أهل الحديث هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لكن لا علاقة لها بهذا الموضوع. نعم، لا علاقة لها فقط باللفظ. نعم شيخنا، أهم السنن كان سنة التدافع، سنة ذكرنا سنة التدافع، سنة الحياة، سنة لا يرفع الله شيئا من الدنيا إلا وضعه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. وكذلك سنة الموت في الخلائق: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إنك ميت وإنهم ميتون. فهذه سنة ماضية. وكذلك سنة الرزق: فالرزق مع الحياة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فما دامت حية لا بد أن يأتيها رزقها، فإذا قدر الله نهاية الأجل فبه ينتهي الرزق. وكذلك من هذه السنن ما نكتشفه نحن من النواميس التي يرشدنا الله إليها، فالله يدل العباد على أمور، منها ما يتعلمه الأطفال بفطرتهم، فالولد تلقمه أمه الثدي، ولكن لا تعلمه المصة ولا الابتلاع، لأن هذه سنة من سنن الله التي فطر عليها هذه الخلائق. ما تسمى بالغريزة معناها، هي شبه الغريزة، الغريزة فيما يتعلق بالشهوات، والغريزة خاصة بالشهوات، لكن هذه هي سنة وفطرة، فطر عليها الكائن الحي مطلقا، سواء كان إنسانا أو غير إنسان، فلا يحتاج، كل ما لا يحتاج إلى تعليم فهو من هذا القبيل. هديناه النجدين، هذا فطرة فطر الله الخلائق عليها، وهي من هذه السنن الكونية. كذلك من هذه السنن الكونية أن الإنسان مفطور على العبودية، وأنه لا بد أن إذا عقل أن يبحث عن شيء يعبده، إذا هدي إلى عبادة الله عبده، وإلا بحث عن حجر أو شجر أو شيء مما يكبر في صدره فيعبده، لأنه مفطور على أنه عبد، وأنه محتاج إلى تشريع ومحتاج إلى رب يحميه، ولذلك يرفع يديه إليه بالدعاء، فهو مفطور على ذلك. وكذلك حاجة الإنسان إلى الدين، فالخلائق جميعا عندهم رغبة باطنية، هذه الرغبة مثل الشهوة إلى الأكل والشرب وغيرها من الشهوات، كذلك عندهم مركبة فيهم بالفطرة، ظماء روحي، أنهم نعم أنهم عندهم غذاء روحي يحتاجون إليه، وهذا الغذاء هو الدين. هذه من هذه السنن الماضية. كذلك من هذه السنن الماضية السنن التي لا علاقة للبشر بها، ولكن الله أمضاها في الكون، كفصول السنة وتعاقب الليل والنهار وأوقات المطر، أوقات النباتات، كل موسم له نبات يصلح له بسنة الله سبحانه وتعالى، فهذه سنن. شيخنا، ما الفرق بين السنن الإلهية الربانية أو الكونية والسنن الاجتماعية؟ بالنسبة للسنن الإلهية التي هي من الله سبحانه وتعالى ومن أمره، سواء كانت من أقداره أو من فطرته التي فطر الناس عليها، وهذا التفريق بين ما هو سنن كونية وما هو سنن قدرية. أما سنن المجتمعية فهي ما يتعود الناس عليه ويتعارفون عليه فيما بينهم، كأوقات الوجبات، أن الإنسان ثلاث وجبات أو وجبتين أو وجبة واحدة بحسب المجتمعات، غداء وعشاء وغبوق الذي يسميه الناس الآن إفطاره، وليس إفطارا، الإفطار لا يكون إلا بعد صوم، وهو اسمه باللغة الغبوق. وكذلك
ما يتعودون عليه في ملابسهم في أوقات نومهم ونحو ذلك، هذه من السنن المجتمعية. جميل. شيخنا، يعني يوجد هناك نوعين من التعامل، يعني مثلا نرى الظلم والطغيان يستمر أحيانا لعدة سنوات، وسنة الله سبحانه وتعالى هلاك الظالمين، لكن أحيانا يهلكهم أحيانا يمد. كيف نميز بين هذا وهذا؟ نعم، بالنسبة لهذا من أقدار الله، هذا من السنن القدرية، وذلك بحسب مشيئته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقد يكون ذلك لحكم تخفى علينا. منها مثلا إذا كانت القابلية حاصلة للمظلومين فقبلوا الظلم ورضوا به، فإن الله يمد للظالم حينئذ. وكذلك إذا أراد الله أن يأخذه أخذا مدويا مهلكا، مثل ما أملى لفرعون ثم أخذه الغرق في البحر، فكذلك فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يهلته. وكذلك قد يكون هذا لحكم أخرى عند الله سبحانه وتعالى، كالتهيئة لتغيير كبير، إحداث ملة من الملل، كما حصل قبل بعثة الأنبياء في كثير من الأنبياء المغيرين. الأنبياء قسمان، منهم أنبياء تابعون وأنبياء مغيرون. فالأنبياء الذين يأتون بملة مغيرة للحياة الناس، هؤلاء لا بد أن يحضر لمجيئهم ولبعثتهم بمثل هذا النوع من الإملاء للظلمة، فتمتلئ الأرض جورا، وحينئذ يحتاج الناس إلى أن تمتلئ عدلا. وهذا أيضا ما يقع حتى من غير الأنبياء، يقع في آخر الزمان قبل خروج المهدي، تمتلئ الأرض جورا فيخرج المهدي فتمتلئ عدلا 7 سنين. نعم، جميل. معنا اتصال من عبد الخالق من الصومال، تفضل أخي عبد الخالق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تفضل أخي. أول جزاكم الله خيرا، ونحبكم في الله شيخنا. أحبكم. ونسأل الله لكم الشفاء العاجل. الله يكرمكم ويجزاكم الله. شيخي، أود أن أسأل عن عدة نقاط. شيخي، ما يخص علم التربية، تربية الروح أو علم التصوف، إذا لم يجد الطالب شيخا مربيا، هل يكفيه قراءة كتب مثل إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله؟ وهل ينفع مثلا حفظ المنظومات أو المتون التي ألفت في هذا العلم مثل متن مطهرة القلوب؟ وهل من المهم أيضا أن يحفظ الشخص أو الطالب هذا المتن، مثلا متن مطهرة القلوب؟ يعني هل من اللازم أن يحفظ أو يقرأ فقط الشرح؟ وأيضا أود أن أسأل عن مسألة الحسد أو العين، إذا قرأ الشخص أذكار الصباح والمساء، فهل لا قدر الله، فهل هناك فرصة أن يصيبه حسد أو عين؟ وما هو الحسن الذي بعد أذكار المساء أذكار الصباح والمساء؟ يعني هل هناك حرز آخر يعني حصل بيه؟ واضح إن شاء الله سيجيبك. جزاكم الله خير وإياكم. حياكم الله أخ عبد الخالق. شيخنا يسأل عن موضوع التزكية، هل يحتاج لقراءة كتب أم لابد من حفظ متون أم ماذا يفعل؟ بالنسبة للأصل في التربية أنها محتاجة إلى الصحبة الصالحة، وذلك ككل العلوم. الآن الكتب موجودة، ولكن لا يخرج ذلك علماء، فيحتاج الإنسان إلى الدراسة على العلماء. وقد قال أبو حيان الأندلسي رحمة الله عليه: إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاف من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها مواضع حيرت ذهن الفهيم. فيحتاج الإنسان إلى مرشد. من هو توم الحكيم شيخنا؟ توم الحكيم هو الذي يقول فيه شاعر، قال: حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. وكان يدعي أنه حكيم وأنه فيلسوف وطبيب، وهو جاهل لا يعلم شيئا، فهو جهله جهل مركب، وحماره جهله جهل بسيط. نعم، فصار يضرب به المثل في الجهل. بالنسبة لقراءة الكتب وحدها لا تكفي في هذا، ولكن إذا لم يجد الإنسان غيرها فلا يتركها.
إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها، ولكن لا بد فيها من الانتقاء والمعرفة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في إحياء علوم الدين الإمام أبي حامد الغزالي: لا يستغني عنه طالب علم، ولكن حذروا من مواطن منه. بعض المواطن منه تحتاج إلى أن لا يقتحمها الإنسان وحده. مثل كثير ماذا من الأحاديث، شيخنا؟ في بعض الأحاديث الموضوعات، وفي بني عليها بعض التصورات لدى الإمام الغزالي، وهي أصلا أحاديث موضوعة، وكثير من الأحاديث ضعيفة أيضا فيه، فيحتاج فيه الإنسان إلى تبين فيما يتعلق بالأدلة والنصوص. ولذلك الحافظ زين الدين العراقي ألف كتابا سماه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين. وكذلك مرتضى الزبيدي خرجه، عدد من الأئمة خرجوا أحاديث الإحياء. فهذا كتاب من الكتب النافعة، لكن فيه مواطن فيها صعوبة. وكذلك كتب أخرى في التربية والتزكية، مثل كتاب منهاج السالكين، ومثل كتاب نعم ومثل كتاب ابن القيم الذي اختصر به كتاب الهروي مدارج السالكين، ومثل كتاب الرسالة القشيرية، ومثل رسالة المسترشدين، نعم رسالة المسترشدين، وغيرها من الكتب الكثيرة في هذا المجال، في مجال التربية. وهو ذكر هو منظومة مطهرة القلوب للشيخ محمد مولود. هذه كتب نافعة، ولكن يحتاج معها المتربي إلى تزكية وتربية، ولا يستطيع أن يصل إلى ذلك بنفسه، لأنه مكتوف، والمكتوف لا يحل رباطه، فلذلك يحتاج فيها إلى إرشاد. وقد قال الشيخ زروق رحمه الله في آخر قاعدة من قواعده، قواعد التصوف، قال في آخر قاعدة: قد انقطعت التربية منذ زمان فلم يبقى لها وجود. فلم يبقى للسالك الراغب في أن يربي نفسه إلا الحفاظ على الحقوق، وهذه الحقوق تسعة: ثلاث هي حقوق الله، وثلاث حقوق النفس، وثلاث حقوق الغير من عباد الله. فحقوق الله سبحانه وتعالى الامتثال لأوامره، هذا الحق الأول، والاجتناب لنواهيه، والاستسلام لأحكامه. وحقوق النفس هي الإنصاف منها للغير، وترك الانتصاف لها من الغير، والخوف من غوائلها. وحقوق الغير، حقوق الآخرين: أولا توصيل حقوقهم إليهم من غير نقص، وعدم تغيير قلوبهم بما ليس بلازم شرعا، والزهد عما في أيديهم، عدم تغيير قلوبهم المقصود، لا تغضبهم بغير السبب. قال أولا توصيل حقوقهم إليهم كاملة دون نقص، وعدم تغيير قلوبهم بما ليس بلازم شرعا، والزهد عما في أيديهم، فهذه حقوق الآخرين. فإذا جمع الإنسان هذه الحقوق التسعة، وحاول أن يزكي بها نفسه مع الإكثار من ذكر الله، والاشتغال بما يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والسعي لاستغلال ما آتاه الله من وقت وجهد وفهم في التدبر في هذا الكتاب المسطور والكتاب المنظور، كتاب المنظور هذا الكون بين يديه، والكتاب المسطور هذا القرآن، وما صح لديه من السنة، فإنه ينتفع إن شاء الله. إن شاء الله. شيخنا يسأل عن الحسد والعين، وما هي الحماية منهما؟ بالنسبة وهل تغني الأذكار الصباح والمساء؟ بالنسبة لهذه أمور هي من أقدار الله، وأقدار الله سبحانه وتعالى قد كتبت ورفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، ولكن بعضها يشرطه بشروط. فإذا فعل الإنسان كذا حمي من كذا، إذا تصدق يزداد في عمره، يرفع عنه، يشفى من مرض، إلى آخره. فلذلك هذه الأذكار هي حماية، ولكن مع ذلك قد ينفذ القدر فتكون الكلمة قد سبقت، ولذلك يحتاج الإنسان إلى غيرها من العلاجات، كالصدقة والتصبح بسبع تمرات من هذه التمرة العجوة، وكالصلاة العشاء والفجر في جماعة، وغير ذلك مما ثبت في النصوص. نعم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان، إلى آخره. فهذه
التي يحترز بها الإنسان ويتحرز بها، نعم. وهي حماية في الواقع، ولكن أقدار الله نافذة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركها. ومع ذلك قال الله في إصابة المشركين له بالعين، قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وقال في محاولة إغوائهم له ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، قال يكاد، قال لا، في سورة الإسراء قال: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، نعم. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وكذلك سحره بنات لبيد بن الأعصم، أو لبيد بن الأعصم اليهودي، ولم يضره ذلك، لكن هذه أقدار نافذة، وهي تشريع لنا وإبداء لما يحصل. جميل. ومع ذلك يصابوا بالأمراض والأسقام، وقد يوعك كما يوعك الرجلان كما صح صلى الله عليه وسلم، وهذا أرفع لدرجته وأعظم لأجره، صلى الله عليه وهكذا. نعم، معنا اتصال من الأخ حمزة من الجزائر، تفضل أخ حمزة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا أخي. أولا أسأل الله العظيم بحوله وقدرته أن يشفي شيخنا آمين. وأن يلبسه لباس الصحة والعافية. آمين. أكرمك الله، تقبل الله. لنا سؤال أو سؤالين شيخنا العزيز. تفضل. سؤالنا يتعلق بحكم تزويج الوالد لأولاده، وخاصة أنه قد زوج واحدا منهم فعلا. تزويج بالجيم. نعم. وأما السؤال الثاني شيخنا، عن سبيل الخلاص من الشهوات لمن ابتلي بها، خاصة في زماننا هذا، وما تعلق بفتنة النساء وما شابه ذلك. والسؤال الثالث عن حكم الانقطاع عن العلم لمن بدأ فيه. نعم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حياكم الله أخي حمزة. بداية شيخنا، ما حكم تزويج الوالد لأولاده؟ نعم، بالنسبة لتزويج الوالد لأولاده، هو من الإحسان إليهم، والإحسان مطلوب بين الناس جميعا، ولكن عليه أن يعدل بينهم، وقد يكون بعضهم أحوج، كأن يكون فقيرا وغيره غني، أو أن يكون ضعيفا وغيره أقوى، أو ضعيف التدبير، والوالد هو الذي يعرف أولاده حقيقة، فربما يكون ذلك سببا لإيثاره على إخوته. وقد قال البدوي رحمه الله في ذكر أولاد عبد مناف، قال: أتحف عبد الدار إذ رآه دون مدى إخوته مداه. فقد يكون الوالد يراعي بعض الضعف لدى بعض أولاده، سواء كان الضعف حسيا أو معنويا. شيخنا قلتم إحسان بمعنى غير واجب عليه، ليس واجبا عليه، حتى لو خاف عليه من العنت وهو قادر. نعم، لا يجب عليه ذلك إلا بالإحسان فقط، لأن الوالد إنما تجب عليه نفقة أولاده قبل البلوغ، والزواج قبل البلوغ لا يخاف العنت قبل البلوغ. صحيح. فإنما تخاف بعد البلوغ، وإذا بلغ قادرا على الكسب أصبح رجلا، وهو غني وثري وولده فقير ويخاف العنت، لا يجب عليه. لا يجب عليه ذلك. لكن الولد يجب عليه تزويج والده، لأن الولد إنما تجب عليه نفقة والده في الكبر، والوالد تجب عليه نفقة ولده في الصغر، والصغر لا يخاف منه العنت، والكبر يخاف فيه العنت، فهذا الفرق. ولذلك إذا زوج حتى لو ماتت يعني أم الولد، نعم، يجب عليه أن يزوجه إذا كان الآن سيفرح كبار إذا كان محتاجا إلى ذلك. وأيضا حتى إذا احتاج إلى زوجة ثانية ففيه خلاف، هل الزواج، الأخ بالكنترول يسأل، والزوجة الثانية له على أولاده؟ فيه خلاف، لأن القاعدة الفقهية هل الزواج طعام أو فاكهة؟ إذا كان يلحق بالفاكهة فلا يجب ذلك فيه، وإذا كان الطعام بمعنى أنه من الضروريات يلحق بالضروريات لا بالتحسينيات فيكون ذلك واجبا عليه. والقواعديون ذكروا هذه القاعدة وفصلوا فيها. والأخ من الجزائر والشيخ الونشريسي رحمة الله عليه ذكر هذه القاعدة في قواعده. نعم شيخنا، سبيل الخلاص من شهوة النساء. بالنسبة للشهوات، هي جند من جنود الشيطان، والشيطان أعظم جنوده جندان، الشبهات والشهوات. فالشبهات قوان الله عليها بجند وهو اليقين، والشهوات قوان الله عليها بجند وهو الصبر.
وإذا جمع اللسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ومن الصبر الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. فلذلك يستعين الإنسان على الشهوة بالصيام والصبر والغض، غض البصر عن ما حرم الله عليه. لعل هذا من أقوى الأسباب. نعم. أن يبتعد عن حتى عن الهواتف الذكية وما فيها من أشياء. نعم. نعم شيخنا، حكم الانقطاع عن طلب العلم بعد أن بدأ به؟ طلب العلم فريضة في الأصل، وهو ينقسم إلى قسمين: إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين ما يصحح الإنسان به إيمانه وعقيدته وصلاته وعباداته، وكذلك ما هو مضطر إليه من معاملاته. وفرض الكفاية ما زاد على ذلك مما تحتاج إليه الأمة. فمن اشتغل بفرض عين لا يحل له قطعه قطعا، ومن اشتغل بفرض الكفاية فإن كان قام به الغير فإن الحنابلة والشافعية يرون أن النفل لا يجب بالشروع، وفرض الكفاية ملحق بالنفل إذا قام به الغير نفسه. نعم. وعند المالكية والحنفية أن النفل يجب بالشروع إذا دخل فيه الإنسان، لأن قطعه إبطال له. نعم. والله يقول: لا تبطلوا أعمالكم. والحديث الذي أشرت إليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، استدل به الطائفتان، ففيه مجازان على كلا القولين. فعند الشافعية والحنابلة الصائم معناه الذي أصبح صائما بالفعل فهي على الحقيقة، المتطوع أمير نفسه إن شاء صام على المجازي بمعنى واصل صومه، وإن شاء أفطر على المجازي بمعنى قطع الصوم. وعند الحنفية والمالكية الصائم على المجازي معناه مريد الصوم، متطوع في الليل مثلا مريد الصوم، أمير نفسه إن شاء صام على الحقيقة أصبح صائما، معناته مجرد نية لا يجب الصوم. نعم. وإن شاء أفطر أي لم يصب، فهي مجاز أيضا، أفطر مجاز على كلا القولين، والصائم صام واحدة مجاز على هذا والأخرى مجاز على هذا. نعم. فلذلك على الإنسان أن يقوي عزيمته في طلب العلم ولا يتراخى فيه. والعلم من الأمور التي لا يستغني الإنسان عن الإكثار منها، فالله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستكثار من شيء من الدنيا غير العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. جميل. عندنا اتصال لكن نأخذه بعد فاصل قصير إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أيا كان نوع هاتفك وأيا كان التطبيق الذي تستخدمه، واتساب، سكايب، تيليجرام أو غيرها من التطبيقات، تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتاً وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية: 0+ التفاعلية، تواصل على مدار الساعة. لبست الحجاب أول مرة وأنا طفلة في السادسة، فرحت به آنذاك لأنه كان شيئاً جديداً يجعلني أشبه أمي، لكنني لم أفهم كثيراً ما هو ولماذا علي أن أرتديه. قالت جدتي: إنه يحفظك. هل حقاً يحفظني؟ ومن أي شيء؟ هل يعصمني من الخطأ؟ ماذا لو لم أكن مقتنعة تماماً به؟ هل حقاً هذا الحجاب هو الذي سيحدد علاقتي بالله؟ تقابلنا الكثير من الأسئلة، نبحث لها عن إجابات، قد نصل أو نتعثر، وربما اكتشفنا أننا كنا نبحث في الطريق الخطأ. الشمس المضيئة واحدة، والنور واحد،
والدين هو النور، نراه كما هو ونعرفه كما هو بقلب سليم. قاف، قلب سليم. بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك. تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv. قاف التفاعلية، بنقرة واحدة. نحن معك في منزلك، في مكتبك، وخلال تنقلاتك اليومية، وحتى في سفرك. نحن معك. حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وأندرويد، وتابعنا أينما كنت. قاف التفاعلية، معك أينما كنت. شو هي بالأصل مثل هذا؟ أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل أسئلتنا واستفسارنا مع فضيلة شيخنا العلامة محمد الحسن والددو. ومعنا اتصال علاء الدين من تركيا، تفضل أخي علاء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، آسفون لتأخيرك أخ علاء، تفضل. لا مشكلة، جزاكم الله خيرا. وإياكم. أنا بفضل الله محافظ على صلاة الجماعة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم. ولكن أتتني فرصة عمل وسيكون النوم في مكان العمل، وسيفوتني بسبب ذلك صلاة الجماعة. فأيهما أولى، انتظار فرصة عمل يمكن معها الصلاة في الجماعة أم البدء في هذا العمل، مع الإشارة إلى أن الحاجة إلى العمل موجودة؟ واضح؟ نعم. سؤال؟ واضح سيدي إن شاء الله. معنا اتصال آخر من الأخ رمزي من كندا، تفضل أخي رمزي. أخ رمزي أنت معنا؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ يسمعك، تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيكم وجزاكم الله وعلى المسلمين كل خير. آمين. الله يكرمك. فضيلة الشيخ، أنا اسمي رمزي تونسي فلسطيني، ولكني مقيم الآن حاليا بكندا. ممكن تعيد يا شيخ؟ شيخ رمزي أرجو أن تتكلم بهدوء حتى نفهمك. نعم شكرا. أنا اسمي رمزي تونسي الجنسين وأقيم الآن حاليا بدولة كندا. نعم. فسؤالي شيخنا الفاضل، أنا اشتغلت بتوصيل الطلبات بسيارة، يصلني العنوان عبر المطعم وعنوان الحديث، وأذهب إلى المطعم فأسلك الطلب وأوصله إلى الحريم، ولكن هذه الطلبات هي مغلقة، أنا لا أرى على ماذا تحتوي، ولكني أعلم أن في بعضها لحم الخنزير، فهؤلاء يأكلون لحم الخنزير كما تعلم، وأنا أعلم علم اليقين في بعض الطلبات يأكلون لحم الخنزير، فتركتها مخافة على الدين ومخافة على الحرام، وحاليا سائق تاكسي، فأقول له ضعه في الخلف، لا في الخلف لا أستطيع أن أقول له لا، ثم أوصله إلى حيث يريد، وفي بعض الأحيان يقول لي قف لي هنا عند هذا المحل، فيصعد بالخمر أو يشتري الخمر ويصعد به إلى السيارة وأوصله إلى منزله أو حيث يشاء، فأنا في حيرة من الأمر، وأنا أريد أن أكل الحرام يعني، والحمد لله نحن مسلمين ونحمد الله وشكرا الله فيكم شكرا. وحياكم الله شيخنا. سؤالين، سؤال الأول توصيل طلبات طعام لا يعرف ما محتواها. قبله سؤال بسم الله. فرصة عمل، الأخ علاء الدين من تركيا يقول هو يحافظ على صلاة الجماعة لكن جاءته فرصة عمل لا يستطيع أن يصلي جماعة، فهل يتركها لفرصة أخرى مع أنه بحاجة للعمل؟ لا، يعمل لكن مع ذلك يحاول أن يجد جماعة ولو في العمل. الجماعة ليس من شرطها المسجد، فيمكن أن يصلي مع شخص أو شخصين جماعة ويحافظ على الجمعة في وقتها في المسجد. نعم. وبالنسبة لموضوع توصيل الطعام، بالنسبة لتوصيل الطعام ما كان منه مجهولا لا يدري ما هو، هو غير مخاطب به، يمكن أن يوصله، وما عرف أنه خنزير فليس يحل له أن يفعله، وكذلك الخمر
ليس يحل له أن ينقله ولا أن يحمله إلى أي أحد. وهو جزاه الله خيرا قد تورع عن هذا الأمر قبل أن يسأل فترك العمل في ذلك. ثم ذكر أنه الآن يعمل سائق تاكسي والراكبون معه قد يحملون خمرا أو محرما وهو غير مسؤول عما يحملون، لكن لا يساعده هو في حمله فيترك الإنسان، ولو وقفت له عند مكان يشتري منه خمرا وجاء يحمل خمرا فلا يهمك ما يحمله هو، فأنت غير مسؤول عن تكاليفه بل هو المسؤول عنها، وأنت فقد تعاملت معه على توصيله فأوصلته. فلذلك لا حرج عليك إن شاء الله في النقل، في نقل الأشخاص السيارات، ولكن لا تحمل خمرا ولا خنزيرا ولا محرما، خلي صاحبه يحمله. نعم. معنا اتصال من الأخ عبد الرحمن من غزة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. وأحبكم الله وفرج عنكم كسر عنكم. سؤالي لك هو يا شيخ. آمين وإياكم. سؤالي يا شيخ، ما الأفضل لرجل مقيم في بلد جهاد أن يبقى فيها وينضم للمجاهدين أم يسافر إلى بلد ليطلب العلم الشرعي؟ علما بأنه في بلده لا يحصل العلم بما يكفي. نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. معنا الأخ عبد الواحد من الجزائر. أخ تفضل أخي عبد الواحد. السلام عليكم شيخانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي بارك الله فيكم، لي جدة بلغت من العمر 100 سنة ما شاء الله، ومع تقدمها في السن لم تعد تحسن كثيرا من أركان الصلاة، و فهل يجب علينا أن نجتهد في تعليمها؟ سؤال الثاني، ما حكم الاشتغال بالعلوم الدنيوية والانصراف عن العلوم الدينية؟ واضح السؤال إن شاء الله. شيخنا عبد الرحمن من غزة يسأل عن هل يطلب العلم خارج بلاد الجهاد أم يناصر المجاهدين؟ بالنسبة لمن هو في أرض الرباط لا يخرج منه، لأنه بمثابة الذي هو في الصف، ويكون خروجه كالفرار من الزحف، ولذلك عليه أن يتعلم ما تيسر. وفي الرباط علماء أفداد كبار الحمد لله من الذين هم في غزة، كالشيخ أبي عاصم مروان أبي راس، وكالشيخ يونس الأسطل، والشيخ سالم سلامة، والشيخ محمد الأسطل، والشيخ الفراء سليمان الفراء، عدد من المشايخ المعروفين في غزة، يتمنى غير أهل غزة أن يدرسوا عليهم، وهم موجودون في الرباط معك، فاجتهد في الطلب على المشايخ الموجودين. وأيضا الجامعة الإسلامية في غزة ما شاء الله فيها علماء فعلا نجد بحوثها انترنت بحوث بديعة، نعم بحوث قوية، وأيضا المشايخ على مستوى كبير من العلم الحمد لله. أيضا يسأل أخ عبد الواحد من الجزائر، جدته بلغت 100 سنة، هو سأل عن الانصراف عن طلب العلم، هل يطلب العلم خارج غزة أم لا يبقى؟ ذكر انصراف عن العلم، طلب العلم الشرعي. سائل ثاني؟ لا هو نفسه نفسه. أما عبد الواحد من الجزائر فيسأل عن جدته. بالنسبة للانصراف ترك العلوم الدينية والاشتغال بالعلوم الدنيوية مطلقا، نعم هذا السؤال آخر. نعم، فهذا إذا كان الإنسان قد أحرز من العلوم الدينية ما يصحح اعتقاده وعبادته ومعاملاته، أي قام بفرض العين من العلوم، فحينئذ لا حرج عليه في تخصص شاءه من علوم الدنيا، لأنه أيضا فرض كفاية. وإذا لم يكن أحرز علوم عينه فلا بد أن يكمل أولا علوم عينه. جميل. علوم فرائض عينه. بالنسبة للوالدة الكبيرة متعها الله بكم ومتعكم بها، نوعها من الناس من الذين عمرهم الله في الإسلام بركة وخير، فلذلك لا بد أن تساعدها على تذكيرها بأوقاتها ومساعدتها على طهارتها، وأن تحفظوا لها ما تنسى من عدد الركعات ومن الأذكار ومن القراءة، فيكون ذلك زيادة في حسناتها، فهي الآن ما لها إلا كفة واحدة، كفة السيئات ما يصل إليها شيء، وما لها إلا كفة الحسنات، وحاولوا أن تزيدوا دائما كفة حسناتها ما دامت معكم.
هل مكلفة شيخنا أن يصححوا لها دائما إذا كانت تنسى كثيرا أو تخطئ كثيرا؟ نعم غير متفرغين يعني. فقط من التعاون على البر والتقوى ومن زيادة حسناتها هي، لأنها هي غير مسؤولة في هذا، ولا لا يضرها ما جهلت ونسيت، وإنما يكون ذلك زيادة في حسناتها. نعم. فضلا لها. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. نعم. معنا الأخ محمد من تونس. أخ محمد أنت معنا؟ نعم. تفضل أخي محمد. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى؟ تفضل أخي محمد وأرجو أن تتكلم بهدوء. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي محمد. أريد سؤال الشيخ، ما نقول الله سبحانه وتعالى؟ الصوت غير واضح أخي، أعد السؤال. أبعد ال. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى؟ أبعد المايك قليلا أو قربه إن كان بعيدا. معنى قول الله سبحانه وتعالى القواعد من النساء. نعم واضح، القواعد من النساء. ما معنى القواعد من النساء شيخنا؟ لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما أوجب على النساء من التستر وستر الزينة مطلقا ذكر الرخصة، وهذا هو سنة الله في التشريع في القرآن، إذا جاء الحكم وكان فيه رخصة ذكر الرخصة بعده. فبعد أن ذكر ذلك وذكر الاستئذان ودخول البيوت قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فالقواعد من النساء معناها الكبيرات اللواتي لم يعد مثلهن يشتهى. إذا سترنا بالملابس التي تكون على البدن فسترنا ما أوجب الله ستره ولم يتبرجن بزينة، فلا يجب عليهن الستر الذي فوق ذلك كالعباءة ونحو ذلك الملاءة والملحفة، فلا يجب عليهن هذا إذا سترن ما أوجب الله ستره، ولكن مع ذلك هذا داخل في العفاف فهو أفضل لهن، وأن يستعففن خير لهن. إذن لو أردنا أن نذكر ما هو مع كبر سنهن. نعم. سنهن. شيخنا الفرض في حقهن ما هو؟ الفرض في حقهن ما ستر ما أوجب الله ستره من البدء، وما زاد على الكفين. ذلك وهو ما يكون فوق اللباس. لأن العادة أن اللباس هنا ليس لباس زينة، وإنما يشرع اللباس فوق اللباس سترا للزينة التي تكون في اللباس. فهمت؟ نعم. إذا الواجب مثل هي البالغة، واجب عليها واجب عليها قدر الستر، القدر الذي يسترها، وما زاد على ذلك هو من الورع والعفة. أما غيرها من النساء فيجب عليها أن تستر كل ما فيه زينة، حتى لو كانت الزينة في لباسها تلبس فوقه ما يستره. نعم. نعم. الأخ محمد من تركيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. شيخنا حياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخنا؟ بارك الله فيكم. وفيكم أكرمكم الله. جزاكم الله عنا كل خير. أريد أن نستفسر بالنسبة لصف عندنا هنا في إسطنبول أو انقطع الصوت. يعني انقطع الصوت. الحجمة التي عندهم. أخ محمد أيوة. ممكن أن تعيد السؤال؟ أسأل بالنسبة لصحة الصلاة خلف الأئمة الذين في تركيا يعني أو إسطنبول. نعم. للعجمة التي في لسانهم يخطئون يعني كثيرا في الفاتحة من غير المغضوب عليهم ولا الضالين مالك يوم الدين، بدل الهاء حاء يخلطون كثيرا، بعضهم يعرف بعضهم لا يعرف، أريد أن أستفسر بالنسبة لصحة الصلاة. نعم. في تركيا وغيرها حتى يوجد إما عجم في بلاد العرب أحيانا. نعم شيخنا. نعم. طيب فضل. سؤال آخر إذا تفضل أخي. تفضل تفضل. يوجد أيضا عندنا هنا في إسطنبول بالنسبة لشركات الحوم والدواجن. نعم. بعضهم يضعون ختم حلال والبعض الآخر شهادات لا للغذاء، بعضهم لا يضع، يعني هل علينا كمستهلكين أن نسأل كلما أردنا أن نأكل أو أن نسأل من يحضر لنا طعام أو شيء من هذا، أم خلص كونه يعني بلد مسلم أن نأكل كما يكون؟ نعم.
نعم شيخنا. شكرا أخي محمد. الصلاة خلف العجمي الذي يخطئ بعض الأحرف بالنسبة للصلاة صحيحة على كل حال، لأن هؤلاء أئمة من أئمة المسلمين ورتبوا في مساجد، واللحن الذي يقعون فيه ليس من اللحن المغير للمعنى. واللحن قسماني، لحن جلي ولحن خفي. فاللحن الجلي ما يعرفه أهل الاختصاص وغيرهم، واللحن الخفي ما يختص به أهل الاختصاص والمهارة. واللحن الخفي لا يبطل الصلاة مطلقا، واللحن الجلي ينقسم إلى قسمين، إلى ما يغير المعنى وما لا يغير المعنى. فاللحن الذي لا يغير المعنى كالتقارب بين حروف الحلق في النطق بين الهاء والهمزة، والتقارب بين الضاد والضاء، والتقارب في بعض الحروف التي يقع فيها الالتباس، أو أيضا نقص بعض الصفات لبعض الحروف كالاستطالة للضاد وغير ذلك. فهذا النوع، أو كذلك أيضا الفك والادغام والقلقلة ونحو ذلك، فهذا لا تبطل الصلاة به لأنه لا يغير المعنى. أما اللحن الذي يغير المعنى مثل أن يقول لك صراط الذين أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم، فهذا لحن مغير المعنى، فهذا الذي تبطل الصلاة معه. ما سوى ذلك لا حرج به. قاعدة جميلة وسهلة إن شاء الله. شيخنا يسأل عن الطعام، أحيانا عليها ختم حلال وأحيانا لا يوجد، هل مكلف أن يسأل عن كل طعام؟ بالنسبة للبلد، إذا كان بلدا أهله في جمهورهم مسلمون، وعادتهم أن لديهم من يد عامل من المسلمين يمكنه أن يذبحوا لهم، فالأصل لا يسأل الإنسان أن يستعمل إلا إذا كان الطعام معروف أنه نسبة منه مستوردة من الخارج، من بلاد أهلها لا يذكون كبلاد أوروبا وأمريكا، فحينئذ لابد أن يسأل هل هذا الذبيح مستورد أو محلي. فإذا كان محليا فهو حلال، يحمل على أنه حلال، وإذا كان مستوردا فالأصل أن يتركه. جميل. معنا اتصالنا الأخ عارف من ليبيا، تفضل أخي عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين عندي سؤالين للشيخ. تفضل أخي. السؤال الأول ما حكم العامل مع أخذ راتب وأجره؟ يأخذ راتب في كل شهر، ويأخذ مثلاً على كل كرتونة 5 دينار أو 10 دينار تباع. طيب نعم ذلك. نسبة يعني. والسؤال نسبة الثاني مبيعات. نسبة محددة واضحة. السؤال الثاني أرجو من الشيخ تفصيل بيع ما ليس عندك. واضح. تفصيل فيها تبيين. إن شاء الله. بارك الله فيكم سيدي الشيخ. وفيكم. حياكم الله أخ عارف. شيخنا العامل يأخذ راتب محدد، ويأخذ أيضا شيء محدد على كل بيع 10 نعم ليرات. نعم، لهذا النوع هو من التشجيع. فالفقهاء يسمون الأجرة هنا هي وجه الصفقة، معنى الأصل أنه أجير، والأجرة معروفة محددة معلومة وهي الراتب، وما زاد على ذلك جعالة وتشجيع، فلذلك لا حرج فيه إذا اتفق عليه، فإن الله شرط التراضي فقال إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، وهذا داخل في التراضي. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه وابن ماجه في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، فإذا حصل التراضي فلا إشكال في ذلك. تفصيل قول في بيع ما ليس عندك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في النهي عن بيع ما ليس لدى الإنسان، أحدهما أنه قال يا حكيم لا تبيع ما ليس عندك، يخاطب حكيم بن حزام رضي الله عنه، والثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع ما ليس عندك. فعند معناها الحضور والقرب، تقول هذا الهاتف عندك أي قريب منك في متناول يدك، فلذلك يشمل ذلك المملوك لك فهو عندك لأنه في ملكك، وكذلك ما كان متوفرا في السوق موجودا لا يخاف من انعدامه ولا من ارتفاع سعره ولا من انخفاضه، البضائع المنتشرة المتوافرة في السوق فهذه عندك لأنها بين يديك، فحينئذ يجوز بيعها على أساس أنها موجودة. والمقصود هنا بالنهي عن بيع ما ليس عندك النهي عن الغرر وخوف حصول النزاع، لأن الشيء الذي لا يكون مثليا مثلا شيء المقوم، المقوم لدى الفقهاء هو عكس المثلي، المثلي الشيء الذي نظائره موجودة في السوق كثيرة،
والمقوم هو الشيء الذي ليس له مثل كالصناعات اليدوية، المصنوعات باليد ونحو ذلك، فهذه مقومات. فلذلك المقومات إذا كان الإنسان يريد شراء شيء بعينه فالأعيان لا تتحملها الذمم، فلا بد أن يكون شيئا موجودا ويشتريه، حين لا تبع ما ليس عندك لا تشمله. وكذلك الشيء الذي هو نادر قد يوجد في السوق وقد لا يوجد، أو سوقه غير ثابت يرتفع السعر وينخفض، فهذا أيضا لا تبعه حتى يكون عندك. نعم. فإذا القضية واضحة جدا، أنها الكثير من الناس يظن أن معناه ما ليس عندك ما لا تملكه، وهذا غير صحيح. فيجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملكه إذا كان موجودا لديه، كما ثبت في صحيح البخاري الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة أنهم كانوا يشترون من النبيط من الشام. ما هو النبيط؟ فيسلفون نبيط، النبط عرب الشام، العرب الذين كانوا في الشام قبل الفتح، يعني قبل الفتح كانوا في الشام قبل الفتح، مثل غسان ولخم وجذام وعاملة. ضمنتها بضاعة. لا لا، النبيط والأنباط هم عرب الشام الذين كانوا في الشام خارج جزيرة العرب، وهم سكان أصليون لمنطقة الشام كلها. فهؤلاء كانوا يشترون منهم الزيت والزبيب والحبوب. فقال قلنا هل كنتم تسألونهم هل عندهم شيء من ذلك؟ قال ما كنا نسألهم هل عندهم شيء من ذلك. فلذلك السلم لا يشترط فيه أن يكون لدى الإنسان حالا، وإنما تدفع إليه مالا على أن يأتيك في نهاية الشهر بكذا، على خلاف القياس. على خلاف القياس في أصله استثناء من هذه القاعدة، لكن هو نفسه قياس، هو نفسه قاعدة. ولذلك عند الجمهور يلحق به الاستصناع، فهو داخل أيضا في إباحة السلم. وعند الحنفية تفريق بين السلم والاستصناع. نعم. فلذلك لا حرج في مثل هذا النوع إذا كان الشيء متوفرا في السوق، مثلا بضاعة معروفة السعر وموجودة بكثرة متوفرة، أو صناعة موجودة تصنعها المصانع يوميا، وكتاب تطبعه المطابع موجود. صحيح. فهذا يجوز لك بيعه ولو لم يكن في ملكك الآن، لأن ذلك سيكون بمثابة السلم. وعند الشافعية أن السلم يجوز حالا، وعند الجمهور أن السلم لا بد أن يكون مؤجلا. والسبب حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزل معلوم إلى أجل معلوم. فعند الجمهور قالوا إلى أجل معلوم، معناه أن السلم يشترط فيه أن يكون مؤجلا، ويشترط فيه أن يكون الأجل معلوما، فهذان شرطان من شروط السلم. وعند الشافعية أنه ليس كذلك، وهذا الفهم واضح جدا في كلام الإمام الشافعي نفسه. قال لو كان كذلك لكان أيضا يشترط في المسلم فيه أن يكال ويوزن معا، لأنه قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالمقصود من أسلف في مكيل فليسلف في كيل معلوم، ومن أسلف في موزون فليسلف في وزن معلوم، ومن أسلف في مؤجل فليسلف إلى أجل معلوم. ولذلك بعض المالكية أيضا رأوا مذهب الشافعي فقالوا بالجواز السلم الحال، وهو يحل كثيرا من المشكلات الآن في هذا النوع، في بيع ما ليس عندك وفي بيع الطعام قبل قبضه وغيرها من الأمور يتخلص منها بالسلم الحال. والشافعي وقوم آخرون لسلم حل مجوزون. أشكركم فضيلة شيخنا، مع الأسف مرت الساعة بسرعة. أشكركم وعلى أمل لقاء إن شاء الله بكم بحلقة قادمة بإذن الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.